واني قلت لكم انا راه جيت اليوم كنكمل الخدمه على البحث ديال الملكات، وراني ساليت وانا نتفكر. الاخ قال لي راني بغيت نعلم الملكه ولكن بغيت نقبضها بيديا وخفت نقتلها. قبضها اخويا ماشي مشكل، قبضها وحاول عليها غير باش ما تبزطهاش وعلمها، وملي تسالي دير لها شويه ديال العسل على التعليمه اللي درتي لها وطلقها عاديه مع النحل ديالها، ما تخافش منها. السؤال الثاني قلت لي يا ودي راه عندي بعض الخاليات اللي كدار ديالهم كلهم فيهم الميديتير، يعني فيهم الرطوبة. هاد لي كدار اخويا اللي عندك واش برا من الصندوق ولا داخل الصندوق؟ اذا كانوا داخل ديال الصندوق وما وصلهمش النحل حيدهم، وقعد الخلية ديالك واحد شوية باش الا فيها شي رطوبة لتحت تهبط، وحاول نهار اللي تكون الشميشة حيد المقفلة وعري على النحل واحد القسم ولا قسمين واللي غطيه باش يدور فيه الريح. ولي كدار اللي هما عندك فيهم الرطوبة ولا غاملين فيهم داك البيوضية، خود اخويا الشاليمو بوطاكاز وصوت عليهم واحد شوية، سخنهم كيتحيد منهم داك الرطوبة. وإلا كاين شي حتى شي بخوش ولا كاين شي ميكروب ولا شي حاجة راه كيتحيد، وإلا كاينة لابروة تا هي كيقضي عليها الشاليمو. هذا هو الحل. وكاين سؤال واحد خور قال لي واحد الأخ ملي كنصوتو على النحل كنديرو الدخان والنحل كيمشي ياكل العسل، واش هذاك العسل كياكلها ما كيردهاش اولا كيلوحها ولا اش كيدير بها؟ اخي النحله ملي كتحس يعني بشي خطوره عندها، حنا كنديروه باش ما كتضربناش النحله باش ما يعضناش النحل ولا يعض جيراننا ولا شي حاجه، ولكن هي كتقول هذه شي حاجه عندي كتمشي مباشره للعسل تاكلها، ولكن النحله ما كتضيعش، النحله كتاكل المعده الاولى كتمعش منها هي، والمعده الثانيه كتولي ترد العسل على الفم ديالها كتردها لبلاصتها، يعني هي عندها الروتور، عندها المعده الاولى كتقوت منها والمعده الثانيه كتكون فيها العسل وكتحط لينا العسل. هذاك الهرمونات ديال النحله في المعده الثانيه هما اللي كيعطيونا العسل. الى عمرك لاحظتي كتلقى ربعه النحلات شغالات، وحده كتجيب العسل من برا كتعرض ليها وحده عند فم الخليه كتعطيها لها، وهذه كتشدها وتعطيها لوحده اخرى، وحده اخرى كتعطيها لوحده اخرى، يعني كيدوزوا على ربعه ديال النحلات ولا خمسه عاد باش كيخويوها في الشهداء في العيون السداسيه. ومن بعد كتعمار العيون السداسيه اش كيوقع؟ كيوقع الفانديراتور، كتبقى النحله كيدوروا بداك العسل وكيبقاو يصوتوا عليها بجناحهم حتى كينشفوا منها الماء. هذا هو اللي كاين اخويا. النحله الا كانت كتاكل وتلوح بحال مثلا الا قلنا الطير ولا قلنا شي حاجه اخرى، يعني شي كسيبه ولا شي حاجه كياكلوا ويلوحوا. النحله تبارك الله عطاها لنا ربي كتاكل وتخزن وتولي وحده اخرى تاكل معاها وتخزن عاوتاني، ولا اخر تجي تاكل وتخزن، يعني حتى كيساليو. ولكن الا جات لوحه اخي شحال خصنا ديال العسل للخليه ديال النحل في العام؟ يعني راه خصنا مثلا اطنان ديال العسل باش نوجدوا واحد 200 ولا 300 خليه. ولكن الحمد لله ربي عطاها هذا السر، هذا كتاكل وتولي دير الروتور وتحطها وتجي الاخرى تاكل منها نفس المشكل، وتولي تاكل منها حتى هي وتبارك الله عليك.
اخي من الجزائر قال لك سؤال ديال الاخ من الجزائر، قال لي العام الفايت كان عندنا يعني الخاليات الطاج الاول والثاني والثالث العام اللي فات. اخي العام اللي فات كان الشتاء بكريه وكان شويه الحراره، يعني كان الشتاء وكان الشمس، النحل كان خدام، النهار ديال الشميسه كان النحل كيخرج كيجيب لنا حبوب اللقاح ويجيب عسل ويجيب سميتو كيخدم، النهار ديال الشتاء الملكه ديالنا كان عندها حبوب اللقاح لداخل، عندها الماكله عندها كلشي، كتبيض لينا لداخل والنحل كيبني وحنا غاديين معاه حتى درنا الطاج الاول والثاني. خويا تبارك الله عليك، وهذا العام الحمد لله عليها، الشتا قليله، اللهم لك الحمد على المعطاة الله، الشتا قليله وحنا غاديين مع الوقت بحالنا بحال النحال بحال جميع المسائل بحال الفلاحه كلهم. وتبارك الله عليك اخويا، والله يحفظكم وشكرا على المتابعه ديالكم، وتبعوا معنا وحنا كل نهار، وسمحوا لي الا ما عطيت الا ما جاوبتكمش، يعني ما كنكونش مسالي بزاف، الا ما جاوبتكمش ما كنكونش مسالي، وسمحوا لينا وشكرا على المتابعه ديالكم، والله يحفظكم جميعا.